حلو صبح يا حلو صبح يا حلو فرح بنتي يا فرح بنتي يا فرح مالك لا سرحانة في ايه ولا حاجة أو منين السلسلة الحلوة قوي قوي دي ها من زمان من زمان من زمان كيف كان جوزك اللي جابها لك لا أمال مين يا بنتي أبوي الله يرحمه حبيبي انت سامع ايه مالك يا ولدي هتزعج ليه العمال عاوزين يقبضوا مش عاوزين يشتغلوا نسيوا لما كانوا قاعدين في بيوتهم زي الحرير وفلوسهم هتوصل لهم لحد عندهم ماله يا ولدي ما يقبضوا مش حقهم حق يكسر حقهم لما تيجي فلوسهم مستخلصات الاول طب والناس تستنى ليه زي ما احنا استنينا شهور من غير قبض يا ابوي يا ولدي احنا نقدر نستنوا هم ما يقدروش يستنوا بالجبر اللي يجبرهم ومين؟ انا انت؟ ليه؟ انا رحت فين؟ انا بس اللي اقول مين يقبض ومين ما يقبضش يعني انا ماليش رأي يا ابويا ولا ايه؟ بعد رأيي مفيش رأي المخلوق تاني خلاص يبقى انا ماليش دعوة بأي حاجة انت هتهددني سلام عليكم وقف مكانك انا بس اللي اقول مين يمشي ومين يقعد ها؟ مش تديني ظهرك وتمشي وتقول سلام عليكم يا ابويا اسكت مش عايز اسمع كلمة انا دي مرة ثانية وياك في يوم اكلمك ترفع صوتك علي او تديني ظهرك وتقول سلام عليكم ايه كبرت علي حجي انا اسكت ومش انت اللي هتمشي انا اللي مش عاوزك ومش عاوز اشوف وشك تاني في المحشر مناع مناع نعم عم الحاج شيع للعمال كلهم حاضر يا عم الحاج الله يجازيك يا ولدي ضيعت علي اللحظة الحلوة حسن الخطيب ايوه يا عم الحاج عملت كم نقلة يا ولدي؟ عندك في الكشف يا عم الحاج لا قول انت انا مصدق 12 نقلة يا راجل يا ضلالي مكتوبين 11 ما قلت لك بص في الكشف يا عم الحاج يعني ما بصيتش في الكشف تاكلني ربنا يزيدك ما انت عندك كتير امشيها لك يا نصاب اديله 12 نقلة كتر خيرك حسين عبد الله ايوه يا عم الحاج ايه ده يا حسين؟ ثلاث نقلات بس هقبضك ايه؟ معلش يا عم الحاج كنت تعبان شوي سلامتك يا ولدي كده مش هتبقى قبضيه هتبقى سلفه اللي تشوفه يا عم الحاج هدي لك اجره 10 نقلات بس القبضيه الجايه لو ما كملتهمش مش هتقبض اديني من الاول بقولها لك اهو